رسالة بقى من النساء يا سيادة الوزير، إننا نريد قانون يعني يليق بمصر. الدول المحيطة بنا لديها قوانين متقدمة جدا في الأحوال الشخصية، في تونس، في المغرب، في دول كثيرة جدا صياغة الأحوال الشخصية، صياغة وضع المرأة في المجتمع هي صياغة شديدة التقدم. فالحقيقة أنه يعني وأنا عارفة أن حضرتك طبعا يعني حريص على ذلك، فنتمنى أن هذا المشروع بقانون يليق بمصر، يليق بنساء مصر، يحقق التوازن للأسرة كلها، ولكن أيضا يحقق هذه النظرة التقدمية اللي تليق بالمرأة المصرية. إن شاء الله اللجنة تطلع لنا مشروع قانون يليق بمصر ويليق بمكانة مصر. هتدونا فرصة للحوار المجتمعي لو مثلا عمل اللجنة خلص في أول أكتوبر زي ما نص القرار بيقول، لو حضرتك ما مدتش الفترة هتدونا فرصة قبل ما يدخل مجلس النواب أن يبقى فيه حوار مجتمعي سيادة الوزير؟ طبعا يا فندم، لازم يبقى فيه حوار مجتمعي، ولازم أخذ رأي الجهات المنصوص دستوريا بأخذ رأيين، كل دي إجراءات لازم تحكمها، لأن احنا في النهاية عايزين قانون يخرج توافقي. صحيح، لكن ايه لكن ايه الفلسفه الاساسيه؟ صح، ولكن ايه الفلسفه الاساسيه لهذا القانون؟ يا فندم انا مش عضو في اللجنه، مش انا اللجنه. بس حضرتك وزير العدل، انت اللي بتديهم التكليف. لا يا فندم، محددات واضحه في القرار ان احنا عايزين مشروع قانون يهدف الى تحجيم النزاعات وايضا لتحقيق العداله الناجزه والحفاظ على العلاقه على المصالح المتوازنه بين افراد الاسره. هذه المحددات، هذه الاهداف واضحه في قرار اللجنه الصادر لها. اما التفصيلات بقى ساعتها وحيسبوها ازاي، يروحوا فين ويعملوا ايه، هذا عمل اللجنه ولا داعي لي في عملها. شكرا السيد وزير العدل المستشار عمر مروان. نتمنى ايضا ان اللجنه تنظر الى فكره التنفيذ، التنفيذ مهم جدا، انه يعني القصه ليست فقط وضع نصوص، ولكن نصوص لها علاقه بالواقع، كيف تطبق هذه النصوص في الواقع. شكرا السيد وزير العدل المستشار عمر مروان.